السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الكويري بارامترز. طيب الكويري بارامترز، خلينا الأول حاجة، أي احنا كنا شارحين إن الكويري بارامترز بيشتغل في ال URL، تمام؟ كنا شارحين ال URL ده بيتكون من ايه يعني. طيب خلينا بقى نعمل الكويري بارامترز في الكود يعني. طيب خلينا نقول app.get ونسميه search ونقول status كود بتاعك 200، يعني 200 اللي هو الكود عندك successful. اوكي طيب، وخلينا نعمل بقى الفانكشن نسميها سيرش برضو. نسميها سيرش ونفتح الاقواس. وانا ده اكيد طبعا ديكشنري. نقول بوف عشان ما يديش معنى ايرور. وخلينا نعمل البارامتر. طيب البارامتر قولنا اول حاجه بياخد، يعني هو اولا بيبقى اغلبيته سترينج، بس احنا عايزين نعمل البارامتر ده بنعمله ازاي. خلينا نعمل فاليوبل نسميه كورد كيورد. اوكي طيب الكيورد ده، طيب الكيورد ده في حاجة في البايثون اسمها اوبشنال، تمام؟ الاوبشنال ايه دي بقى؟ اوبشنال، تمام؟ الاوبشنال دي الجوريزم في البايثون موجود عشان يسهل عليك الدنيا يعني. طبعا هنا احنا هنخليه string عشان هنا الريسيرش ممكن يكون في ارقام str string. اوكي طيب، وهنا هنقوله equal none. طيب احنا قلنا اللي هو بياخد كي وفاليو، فخلينا نقول نسمي حاجة اسمها ماكس داشكور ريزولت. ريزولتز، طيب الماكسيمم ريزولتز دي هنديها اوبتيمم انت ايكوال، خلينا نقول 22 مثلا، تمام؟ هنا احنا كده عملنا البارامتر بس مش ماكسس على الداتا. طيب خلينا نرن ونوريكم اللي احنا عملنا البارامتر. نعمل ريفريش. عندك سيرش، خلينا نكتب اي حاجة هنا تكست. طيب هنا عمل لك الكويري بارامتر اهو، وهنا عشان هو ما بيقبلش يعني من خصائص، واللي هو ما بيقبلش البلاس يعني هو والسبيس والحاجات دي، يعني انت لو كتبت سبيس اي حاجة هو ما بيقبلش السبيس، بيعملها العلامة في ال 120 دي. وهنا عمل لك البارامتر. طب البارامتر كده احنا لسه ما اكسسناش على الداتا، يعني هنا انت ممكن تكتب اي حاجة يعني. الرقم اهو طلع عندك تحت في البارامتر. طيب احنا عايزين ناكسس ايه بقى على الداتا؟ طيب احنا عايزين ناكسس على الداتا. طيب عايزين ناكسس على الداتا، لما تيجي تاكسس على الداتا اللي هي يعني الداتا الجيسون اللذيذة دي، يعني حبه الداتا الصغيرين بتوعنا دول. طيب هنأكسس على الداتا، عايزين نأكسس على الداتا، هنأكسس عليها ازاي؟
طيب هنقول له اف عشان احنا عايزين نعمل ريسيرش، عشان لو انت عندك عدد الداتا كتير المفروض ان التايم كومبلكس بتاعك على السيرفر يكون اقل حاجه يعني. هنقول له اف نوت عندك الكي وولت. طيب ريتيرن result results اوكي return results الداتا، اسم الداتا بيز بتاعتك ده، هو الاسم ده اسم الداتا بيز بتاعتك ماشي. بعد لما تقول اسم الداتا بيز بتاعتك هتقول له، تقول له الداتا بتاعتك، هتقول له ماكس result ماكس result يعني هات الريزولت بتاعتك. هنا عمليه فلتريشن للداتا يعني علشان التايم كومبلكسيتي. طيب ده كله لسه ما اكسسناش على الداتا، احنا بس احنا بنقلل التايم كومبلكسيتي على السيرفر. طيب لما بقى تيجي تاكسس على السيرفر هنعمل بقى فاريبل جديد اسمه results equal فلتر فلتر. الفلتر ده بيعمل عملية فلتريشن او هندلة للداتا. طيب هنقول له لمب اللي انت تجيب الاليمنت اللي جوه الداتا، يعني عملية زي احنا هنسرش دلوقتي على الداتا، الداتا دي جوه الجيسون. خلينا طب نكتب الكود الاول وبعد كده نشرح الدنيا. ريسيبي ريسيبي الكي وورد بتاعك دوت لور اصغر قيمه عندك. طيب ان هنا بقى بتقول لك يعني احنا نتأكد ان الداتا دي ترو، هنقوله ريسبي ريسبي. لو اللي احنا عايزين بقى نسرش على، هنسرش في الداتابيز هنا، يعني هنسرش هنا في الداتا هنا على انهي اسم، على النيم ولا على الاي دي ولا على الفون. طبعا احنا هنسرش على النيم، خلينا ان احنا ايه هنسرش على ايه على النيم. طب هنقوله النيم اللي احنا يعني انت لما تكتب له النيم هيطلع لك الداتا بتاعته يعني الجيسون بتاعه ده يعني تمام. طب النيم دوت لور لور كوما الديتا اللي موجوده فين في الداتا تمام. هنا يعني المفروض ان لو انت اللي هيروح يسرش على برامتر في الاسامي يعني دول في النيم، هيلف عليهم كلهم وهيشوف النيم اللي انت بعته له شبه الاسم اللي هنا ولا لا. يعني هنا الكي ده بيخش يدور على يجيب النيم كلهم، اللي انت الاسم بقى اللي انت بعته له هنا هيتاكد اذا كان ده موجود ده زي اللي انت بعته له ولا لا. لو الاثنين ترو هيطلع لك الريزولت ايه النتيجة اللي هي الجيسون ده تمام. طيب المفروض اللي هو كمان هيرجعه لك في شكل ليست تمام. فاحنا هنقوله شي عشان يرجع لك الداتا بقى، هنقوله return return results results ماشي. هنرجعها لك list list results. وبعد لما تتعامل عملية ال ايه ال maximum results اللي هي دي تمام.
كنترول في كده. المفروض ان الكود ده ان شاء الله هيشتغل يعني. طيب خلينا نكتب بايثون من. طيب المفروض احنا هنكتب عبد الله هيطلع لنا الاسم. طيب خلينا نكتب عبد الله ونعمله. قال لك عبد الله الاي دي بتاعه 1 والفون بتاعك وجاب لك الاسامي. طب خلينا هنا البارامتر المفروض ان الماكسيمم ريسورس ده المفروض يعني الماكسيمم ده المفروض ان هو بيتعمل اوتوميتد ما يتدخلش يدوي يعني. طبعا انت لو دخلت فيه حروف احنا عاملينه انتجر هيديك ايرور اصلا من قبل ما يروح. المفروض لو انتجر علشان عمليه السيرفر تبقى بتحدد. طب خلينا نكتب مع الدالي طب الدالي مش مكتوبة كده دالي على طول مكتوبة دالي على طول. خلينا نمسح ال نروح. طيب رجعها لك ايه الدالي ورجع لك كل حاجة. طيب خلينا نكتب بقى حاجة غلط هنا هيرجع لك الريزولتس فاليوم لان هنا راح اتأكد من الداتا راح عمل عملية الداتا فرجع لك ليست. تمام رجع لك ليستة فاضية ما فيهاش اي حاجة. تمام وهنا طبعا ان العملية ناجحة وسكسسفول وكل حاجة تمام بس هي الحاجة اللي مبعوطة غلط. طبعا انت لو مش عامل الجزئية بتاعت اللي انت بتاكسس على الداتا دي طبعا هيديك ايرور 500 وحاجات كده. اتمنى يكون الشرح واضح. شكرا في الفيديوهات الجاية. سلام.